مارتن لوثر كينج هو واحد من أشهر زعماء أمريكا اللي حاربوا ضد العنصرية، واللي اغتيل من حوالي 55 سنة، ومن أشهر كلامه علينا العيش معا كإخوة أو الفناء معا كأغبياء. وسنة 1863، يعني من حوالي 160 سنة، كانت أمريكا لسه مساحتها أصغر بكتير من الموجودة النهاردة، وكمان في الوقت ده انقسمت أمريكا لجزء شمالي وجزء جنوبي. الجزء الشمالي كان بيطالب بإنهاء قوانين العبودية، أما الجزء الجنوبي فكان بيطالب باستمرار وجود العبيد وكمان التجارة فيهم. ولما انتهت الحرب وانتصر الجزء الشمالي وتوحدت أمريكا، أصدر رئيس أمريكا وقتها رقم 16 إبراهام لينكولن قانون بتحرير العبيد اللي كانوا 4 مليون من أصل 23 مليون أمريكي في الوقت ده. وفضل القانون ده له مؤيدين وله معارضين ما زالوا موجودين لحد النهاردة، ودول المتمثلة فيهم قصة العنصرية. لكن في الإسلام، وإن كان للأسف العنصرية والتنمر اللي هو جريمة مش وجهة نظر أبدا، بقوا موجودين عند بعض المسلمين لجهلهم بأحكام دينهم وبحجم الذنب اللي هم بيرتكبوه، إلا إن الإسلام من أول يوم طالب بالمساواة بين جميع البشر. فتلاقي قبل الإسلام بلال بن رباح مؤذن الرسول عبد عند أمية ابن خلف، واحد من أغنى أغنياء مكة، مكة اللي كانت فيها كل صور العنصرية اللي ممكن عقلك يستوعبها. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعوهم للإسلام وللمساواة بين جميع البشر، طبعا قبلوا ده بالرفض، خصوصا أغنياءهم، لأن ده كان من وجهة نظرهم بيضر بمصالحهم. لكن واحد من التجار الأغنياء في الوقت ده اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق اللي كان صاحب الرسول قبل وبعد الإسلام. تلاقيه لما هيشتد العذاب بالمسلمين بيشتري بلال بن رباح اللي هو عبد عند أمية بن خلف، ومش بس بيشتريه، ده كمان بيعتقه وبيقول هذا أخي. وبتمر سنين ويجي عمر بن الخطاب ويقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بلال بن رباح، ما قالش في نفسه أبدا ده كان مجرد عبد. والرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في حجة الوداع وهو بيخطب في الناس، ختم الخطبة دي بأنه قال أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. دي كانت من نهاية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا في الفيديو ده نشوف إزاي كانت بداية البعثة ومين أول الناس اللي دخلت في الإسلام. السلام عليكم، انا اخوكم عمار ودي قناة انسان مش آلي. في الفيديو ده ان شاء الله هنكمل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من سن 40 لسن 43 سنة. لكن قبل ما نبدأ خلونا نقسم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم واللي استمرت 63 سنة لفترتين. الفترة الاولى واللي بتمتد من وقت الولادة لسن 40 سنة، ودي بنسميها فترة ما قبل البعثة، ودي اللي اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت لو تحبوا تشوفوها. اما الفترة التانية واللي هتبدأ معانا من اول النهاردة ان شاء الله، واللي مدتها 23 سنة من سن 40 لسن 63، ممكن نقسم الفترة دي اللي هي فترة البعثة لفترتين. فترة العهد المكي، ودي اللي كانت في مكة قبل الهجرة وكان مدتها 13 سنة. اما فترة العهد المدني، ودي اللي بعد الهجرة في المدينة، ودي مدتها 10 سنين. لو جينا لل 13 سنة اللي كانوا في مكة فممكن برضو نقسمهم لفترتين. الفترة الاولى ودي مدتها 3 سنين وبنقول عليها فترة نزول الوحي مع الدعوة في السر. اما الفترة التانية ودي مدتها 10 سنين في مكة برضو احنا لسه، ودي بنقول عليها فترة الجهر بالدعوة مع تحمل اذى المشركين، مهما تعرض المسلمين لتعذيب ممنوع يصدروا اي رد فعل عليهم بالصبر وبس زي ما امرهم ربنا. ولما بتيجي الهجرة للمدينة بيكون فاضل من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين. العشر سنين برضو هنقسمهم لفترتين. الفترة الاولى وهي من سنة 1 هجرية لسنة 6 هجرية، وكان مطلوب من الرسول فيها الاستمرار في الجهر بالدعوة مع صد اذى اي حد يعتدى على المدينة، بس ممنوع المسلمين يبدأوا حرب. اما اخر 4 سنين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم اللي نزلت فيهم احكام الجهاد والقتال زي ما ربنا امره. لكن القتال او الحرب عموما كانت بتكون مع اي حاكم ظالم يقف في وش دعوة الاسلام، فكانت الحروب مع الحكام الظلمة نفسهم مش مع اي حاكم وخلاص، وكانت الحروب مع الحكام مش مع الشعوب نفسها زي ما هنعرف ده في وقته ان شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرب من سن الأربعين كان كل سنة في شهر رمضان بيسيب مكة ويروح يقضي الشهر ده في مكان اسمه غار حراء، موجود في جبل بيبعد عن مكة حوالي 4 كيلومتر. ولما كان صلى الله عليه وسلم في سن الأربعين بالظبط وهو في شهر رمضان في الغار، جاله الملك جبريل وقال له اقرأ، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فتكرر الطلب والرد، يعني جبريل يقول له اقرأ والرسول يرد ما أنا بقارئ، لحد ما بدأ يقرأ سيدنا جبريل عليه السلام أول آيات نزلت من القرآن الكريم وهي
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومن خوف الرسول صلى الله عليه وسلم من الموقف ساب المكان وراح على بيته وعلى زوجته السيدة خديجة، وهو من خوفه يقول لهم زملوني زملوني يعني غطوني. ولما هدت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم حكى لزوجته السيدة خديجة اللي حصل، وطبعا من تصديقها له قالت له والله ما يخزيك الله أبدا. وبعد كده خدته وراحت لابن عمها ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل كان شيخ كبير جدا في السن، وقلنا ان هو كان اتبع الدين المسيحي ودرس الانجيل وعرف منه ان في رسول قد اضل زمانه، والكلام ده اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. المهم لما حكى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي حصل لورقة ابن نوفل، فقال له ورقة ابن نوفل والله ان هذا الناموس الذي نزل على موسى، والناموس المقصود بيه ان هو جبريل عليه السلام. وبعدها قال له ورقة ابن نوفل يا ريتني كنت لسه شباب، كنت فضلت معاك ونصرتك واتبعتك. لكن اتوفى ورقة ابن نوفل في فترة الوحي، وكان صلى الله عليه وسلم بيقول لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وبعدها هدت تماما نفس الرسول صلى الله عليه وسلم وتتابع نزول الوحي، فنزلت أجزاء من سورة القلم والمزمل والمدثر، وبعدهم نزلت سورة الفاتحة. وبعدها بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للإسلام في السر لمدة 3 سنين زي ما قلنا. فتعالوا نشوف الرسول كان بيدعو لإيه ومين أول الناس اللي أمنت بيه. لو جينا نبص الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعو لإيه، فهنلاقي دعوته متمثلة في 4 نقط. النقطة الأولى وهي التوحيد، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما النقطة الثانية فكانت الإيمان بالدار الآخرة، يعني الإيمان في أن في بعد الموت في حساب وفي ثواب وعقاب. أما النقطة الثالثة وكانت عبارة عن تزكية النفس، وتزكية النفس المقصود بها الالتزام بأحكام وعبادات ربنا شرحها والانتهاء عن أمور ربنا حرمها. أما النقطة الرابعة والأخيرة فكانت حفظ جماعة المسلمين. حفظ جماعة المسلمين يعني الإيمان بأن المسلمين كلهم عبارة عن وحدة واحدة مبنية على الأخوة والتعاون بدون التمييز بين حر أو عبد أو أبيض أو أسود أو غني أو فقير أو أي مظهر من مظاهر الطبقية الكذابة اللي بقت موجودة في حياتنا ونتمنى إن هي تنتهي تاني إن شاء الله. أما أول الناس إسلام على إيد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأول حد آمن به هي السيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول ومن بعدها بناتها الأربعة. وتاني حد آمن بالرسول هو عبد الله بن أبي قحافة المعروف بأبو بكر الصديق، صاحب رسول الله قبل وبعد الإسلام، وأعظم رجال الإسلام بعد الرسول بشهادة الرسول وبشهادة الصحابة نفسهم. أما تالت حد دخل في الإسلام فهو علي بن أبي طالب ابن عم الرسول، وكان وقتها لسه طفل عمره 10 سنين، وهو رابع الخلفاء الراشدين. وكان صلى الله عليه وسلم بيقول عنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وكان بيقول له أنت مني وأنا منك. وعلي بن أبي طالب زي أبو بكر الصديق، الاثنين من العشر المبشرين بالجنة. أما رابع حد دخل في الإسلام فهو زيد بن حارثة مولى الرسول، وكلمة مولى بمفهوم النهاردة يعني خادم. وبالرغم من أنه كان خادم عند الرسول إلا أن الرسول كان بيحسن معاملته وكان بيحبه جدا، بيحبه لدرجة أنه تبناه وسماه زيد بن محمد لحد ما الإسلام حرم التبني زي ما هنعرف كل ده في وقته إن شاء الله. عبد الله بن أبي قحافة قلنا أنه هو أعظم رجال الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لأسباب كتير، منها أنه كان أول داعية في الإسلام، فبمجرد إسلامه على إيد الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو كل اللي بيثق فيهم من أهل بيته ومن أصحابه للإسلام، فآمن على إيده ناس كتير منهم 6 من العشرة المبشرين بالجنة، وهم أول واحد عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين وثالث الخلفاء الراشدين، وكان من أكثر المسلمين تصدقا بماله لأنه كان غني جدا، وكان من أهم صفاته الحياء لدرجة أن الملائكة نفسها كانت بتستحي منه زي ما قال صلى الله عليه وسلم. ثاني واحد هو سعد بن أبي وقاص، أسلم وهو عنده 17 سنة، وهو أول من دافع عن المسلمين في مكة وأول من رمى بسهم في الإسلام، وهو قائد معركة القادسية اللي أنهت على دولة الفرس في العراق وإيران. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول سعد خالي نسبة لأنه كان من أهل آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالث واحد هو الزبير بن العوام بن خويلد، أسلم وهو عنده 16 سنة، وأمه صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووالده العوام بن خويلد أخو السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ناصره ومؤيده، وهو من قادة جيوش الشام اللي أنهت على حكم الروم في الشام ومن قادة جيوش فتح مصر. رابع واحد هو طلحة بن عبيد الله، أسلم برضه هو عنده 16 سنة، وتشلت إيده هو بيدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بيقول عنه شهيد يمشي على الأرض. أما خامس واحد فهو عامر بن عبد الله والمعروف بأبو عبيدة بن الجراح، أسلم وهو عنده 27 سنة، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة، وهو قائد جيوش الشام مع خالد بن الوليد واللي قضت على حكم الروم في الشام زي ما قلنا قبل كده. أما سادس واحد من العشر المبشرين اللي أسلموا على إيد أبو بكر الصديق وهو عبد الرحمن بن عوف، من أغنى رجال المسلمين ومن أكثرهم تصدقا
تصدقا، وهو اللي تكفل بنفقات أمهات المؤمنين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أوائل الصحابة اللي دخلوا الإسلام على إيد أبو بكر برضو غير الستة اللي قلناهم، خالد بن سعيد وأبو ذر الغفاري، وده كان من أكثر الصحابة علما، وأبو سلمة وعثمان بن مضعون وخباب بن الأرض والأرقم بن أبي الأرقم، وده صاحب دار ابن الأرقم اللي المسلمين كانوا بيتجمعوا فيها في السر. وفي الوقت اللي كان كل الصحابة دول دخلوا الإسلام على إيد أبو بكر الصديق، كان في صحابة تانية دخلوا في الإسلام زي عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية. عمار بن ياسر اللي الرسول كان بيقول عنه ملئ عمار إيمانا، وأمه سمية وأبوه عمار اللي هم أول شهيدين في الإسلام اللي الرسول كان بيقول لهم وهم بيتعذبهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومن الناس اللي كانت دخلت الإسلام في أوائل الرسالة هو بلال بن رباح اللي حكينا قصته في أول الفيديو، واللي اتحمل ألوان من العذاب لحد ما اشترى أبو بكر الصديق وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبرضه من أوائل المسلمين صهيب الرومي أو صهيب بن سنان، وهو واحد من اللي أثناء الهجرة ساب كل ماله في سبيل إن هم يسيبوه يهاجر للرسول صلى الله عليه وسلم، ولما شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن نزل فيه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وبرضه من أوائل الصحابة اللي دخلوا في الإسلام مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير كان شاب من أجمل شباب مكة، وكانت أمه من أغنى أغنياء مكة، ولما أسلم خيرته يا إما هتطرده ويبقى فقير يا إما يرجع عن الإسلام ويفضل معها، واختار فعلا إن هو يفضل في الإسلام. وهو أول مبعوث للنبي صلى الله عليه وسلم، بعته الرسول للمدينة قبل الهجرة عشان يعلم أهل المدينة الإسلام، وأسلم على إيده ناس كتير جدا. وكمان من أوائل المسلمين عبد الله بن مسعود، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة ومن أعلم الناس بكتاب الله. ومن أوائل المسلمين جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له أنت أشبه الناس بي خلقا وخلقا. وكمان في أبو حذيفة بن عتبة وعياش بن ربيعة ومسعود بن الربيع وغيرهم صحابة كتير هنجلهم في وقتهم إن شاء الله. وطول الثلاث سنين كانت الدعوة في السر، وكان المسلمين بيتجمعوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم زي ما قلنا، لحد ما بعد ثلاث سنين ربنا هيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، وده اللي هنعرفه المرة الجاية إن شاء الله ونشوف الأحداث المترتبة عليه. لكن قبل ما ننهي الفيديو خلينا نشوف برضو ممكن نطلع منه بإيه. أول نقطة ممكن نعلق عليها إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه كان مثقف ببساطة لأن اللي علمه ربنا سبحانه وتعالى. ومع إنه كان أمي إلا إن أول دعوتين في الإسلام كانوا صورتين، هما صورة اقرأ وصورة القلم. فشهادتك الجامعية وإن كانت علم أكيد إلا إنها بتعتبر بمثابة أبليكيشن أو سوفت وير بيتم تحميله لدماغك عشان تقدر إنك توظفه وتستخدمه في إن يكون ليك وظيفة معينة. فبجانب علمك أو وظيفتك حاول إنك تتثقف قدر الإمكان في كل المجالات على قد ما تقدر، سواء على المستوى الديني أو على المستوى الاجتماعي أو حتى على المستوى الرياضي، بحيث إنك تلاقي نفسك في النهاية إنسان متوازن، قادر لما تشوف أي وضع قدامك تقدر إنك تحلله وتقدر إنك توزنه قدر الإمكان، وتلاقي نفسك برضو إنك ليك بصمة إيجابية في حياة الناس سواء بعلمك أو بأخلاقك. تاني حاجة ممكن نعلق عليها هي إن من الأمور اللي أكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم طول رسالته هي المساواة بين جميع البشر والإحسان ليهم في المعاملة، بغض النظر عن لونهم أو أصلهم أو غناهم وفقرهم أو حتى دينهم، فبأي حق وبأي دين. يجي واحد يتعامل مع غيره بمنتهى العنصرية، أو يحاول يظهر دايما نفسه إنه أحسن من كل اللي حواليه، أو يحاول دايما يتحكم في كل اللي حواليه بأسلوب هو ما يرضاهوش لنفسه لو سمحت له الفرصة بده، أو يتعامل مع غيره بمنتهى التهكم وبمنتهى السخرية لدرجة إنه مش عاجبه لونه أو لبسه أو شكله أو حتى دينه برضه. فدايما لو عندك نصيحة تقدمها لغيرك قدمها بأسلوب كويس، ما عندكش صدقني السكون هيكون أفيد ليك وأفيد له، لأن الكلمة اللي هو هيسمعها منك وإن كانت مؤذية له في الدنيا إلا إنها مهلكة ليك أنت في الآخرة. فنحاول دايما إننا كلنا نحذر ذنوب العباد لأن الغفران فيها بإيديهم هم. ثالث حاجة ممكن نعلق عليها إن العنصرية وإن كانت منتشرة في العالم كله إلا إن برضه في نسبة كبيرة من شعوب أوروبا وأمريكا بيتعاملوا مع بعض ومع غيرهم بكل رقي واحترام، وده حقيقة محدش يقدر ينكرها. لكن الرقي والاحترام اللي هم واصلين له ده وصلوا له ناتج عن خوف مش عن دين، ومصدر الخوف ده إن هم بسبب عنصريتهم قبل كده أوروبا خاضت حرب عالمية أولى وحرب عالمية تانية، ومن قبلهم كان في حروب أكتر دموية، وأمريكا كذلك قضت سنين من العبودية وانتهت كمان بحرب أهلية. فهم زي ما نقول كده اتربوا وتعلموا ان هم مستحيل يرجعوا لده، فبقوا مجبرين ان هم يحترموا بعض. لكن احنا كمسلمين من 1500 سنة جالنا دين وحطلنا مبادئ ووفر علينا كل الطريق ده، واحنا دلوقتي بعنصريتنا وبجهلنا عمالين ننحرف عن الدين ده. فقدامنا حل من اتنين، يا اما نجيب تجربة اوروبا وامريكا ونعيدها بكل حروبها ودمويتها لحد ما نوصل لاحترامهم وادميتهم اللي هم وصل لها، يا اما نشوف مبادئ ديننا ونختصر على نفسنا الطريق ده كله. رابع واخر حاجة هي ان ابو بكر الصديق مجرد اسلامه اول حاجه فكر فيها هي حب الخير لاهله واصحابه، فبدا يدعوهم للاسلام ويبين لهم الغلط اللي في عقيدتهم
غلطتهم، لكن هو بيبين لهم الغلط ده ما صدرش منه أي تهكم أو أي سخرية أو أي تطاول على دينهم وعلى معتقداتهم. فأنت كذلك دايما حب الخير لغيرك، ودايما لما تبين الغلط ده بينه بأسلوب يكون كويس، ولما تتجمع أنت وأصحابك هزروا واضحكوا واعملوا كل اللي أنتوا عايزينه، بس خلوا دايما لمتكم فيها شيء من الخير، خلوا دايما فيها شيء من اللي ينفعكم سواء في دنيا أو في آخرة. ولو حد مختلف معاك في دينك وتناقشته في ده ومع انك بتنكر عقيدته، لكن يكون انكارك ليه ومناقشتك معاه بكل احترام، ويكون من باب ان كل طرف حابب الخير للتاني من وجهة نظره، مش ان كل طرف عايز يظهر للتاني ان هو الصح وان هو الاحسن من باب التعالي والتفضيل، لان ده عمره ما كان حب خير للغير ابدا. الموضوع ما هو الا مجرد عنصرية. واشوفكم على خير. السلام عليكم.